يتحدث عن استقطاب أيضا حاد في المجتمع الأمريكي في خضم هذه الانتخابات النصفية، لكن ضيفي ذكر أمر لافت بأن الحزب الجمهوري بقيادة ترامب حقق إنجازات كثيرة بقضية الاقتصاد الأمريكي، والناخب الأمريكي في نهاية المطاف سوف يذهب إلى ما تفكر به جيبه كما يقول ضيفي، وليس السياسات الخارجية لترامب. أتفق مع ضيفك في الاستوديو أن السياسة الخارجية ربما تبقى بعيدة عن نتيجة هذه الانتخابات، لأن الرئيس بيده صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، ولكن الخوف هو يعني بالنسبة للسيد ترامب، إذا وصل الديمقراطيون إلى مجلس النواب فسوف يكون هناك تحقيقات في خلفية السيد ترامب وضرائبه وتهربه الضريبي وتعامله مع روسيا وغير ذلك، فسيتعرض إلى ضربة سياسية قاسية، وهذا بالطبع يعني سيؤثر على مدى دعم الحزب الجمهوري لسياساته الخارجية. فيجب أن لا نقلل من أهمية ما سيحصل هذه الليلة يعني هنا بتوقيت نيويورك، لأن إذا وصل الحزب الجمهوري إلى مجلس النواب فهذا سيكون يعني تعطيل شبه كامل لأجندة السيد ترامب بما فيها الأجندة الخارجية، لأن التحقيقات ستشمل وستطال علاقة السيد ترامب بالدول العربية وبالسعودية والتعاملات المالية له في كل مكان.